السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قاری مظہر آفیشیل چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز سامعین, آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 101 مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. آپ بھی میرے پیچھے اس ویڈیو کو غور سے سنیں, ریوائز کریں. امید ہے کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ آیات تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گی. اور جو حضرات میرے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون